ما يبقاش الطالب في سنة أولى ويقول لي يا دكتورة أنا بحلم باليوم اللي أخلص فيه عشان أسافر. لأ، يبقى شايف رول موديل قدامه، يبقى شايف مستقبل مشرق، زي زمان لما كنا نشوف الأساتذة بتوعنا حاجة كده شياكة ونحلم إن إحنا نبقى زيهم. إحنا عندنا مشكلة في القدوة يا دكتورة. ما عندناش قدوة. بمعنى إيه؟ يعني الطالب بيخش ما عندوش قدوة، عايز يطلع زي مين؟ مين اللي قدامه بيشتغل عشان يبقى كاربون كوبي منه. يعني هذه الأمثلة موجودة عندنا الحقيقة عدد كبير جدا من الأطباء قدوة وما زالوا عندنا، بس احنا عايزين نكتر من القدوة أكتر. طب دكتورة، لو كان الأمر بيدك ماذا تفعلين، أو إيه القرارات، ثلاث قرارات مهمة مثلا ممكن تاخديها في المجال الطبي في الفترة القادمة؟ أول حاجة أرفع كفاءة المستشفيات الحكومية. ممتاز. وخلي المجتمع المدني يدخل معايا، مش ضروري الوزاره بس هي اللي تتحملها. المجتمع المدني، دخول المجتمع المدني في هذا المجال في تطوير المستشفيات مقابل ايه؟ يعني هل نوع من التبرع من طبعًا. العمل الطيب ام مقابل ايه؟ طبعا ده نوع من انواع المشاركه المجتمعيه. احنا كلنا تكافل، احنا لازم نتكافل مع بعض. ما هي المستشفيات الحكوميه دي بتخدم قطاع عريض جدا الحقيقه. في بعض المستشفيات الجامعيه مستواها مش حلو، احنا محتاجين نرفع كفاءتها قوي. يبقى اول حاجه نرفع كفاءه المستشفيات الجامعيه. تاني حاجه ابص للدكاتره الشباب من اول ما يدخل الكليه لحد ما يتخرج، ولما يتخرج هيعمل ايه، لازم يبقى امن في مكانه. تالت حاجه ادعم واوطن صناعه الدواء في مصر. طب دي الله كلها امنيات جميله جدا جدا. طب ماذا عن المجتمع وتنمية البيئة؟ لأن حضرتك كنت نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. الحقيقة الفرع ده مهم جدا. ليه؟ لأن هو اللي بيرتبط بالمجتمع، هو اللي بيربط الجامعة بالمجتمع. زمان كانت الجامعة بعيد في برج عاجي كده عن المجتمع، كنا كل شوية نحصد المحصول وننزله في الأسواق بسعر مخفض. لو كل جامعة عملت كده في المكان بتاعها خدمة مجتمع. عندنا بس بتهاجي في جامعات مثلا في المدن مش هتجد هذه اللي ما في المدن ماشي، لكن في معظم الجامعات اللي في المحافظات لا طبعا بتخدم المجتمع كويس جدا. كانوا بيربوا سلالات لحوم وفراخ وارانب، وكانوا بينتجوا انتاج كبير، وكنا بننزله في عربيات مبرده بتقف في وبتروح القرى وبتقف في الميادين تبيع بسعر مخفض. يعني من يقوم بهذه العمليه؟ ده شؤون قطاع خدمه المجتمع. دي وحدات ذات طابع خاص، ليها مدير وليها نائب مدير وليها مجلس اداره. من داخل الجامعه؟ من داخل الجامعه وليها ميزانيه خاصه، والفلوس بتاعتها بتتحول في الجامعه وجزء منها بيروح للحكومه. الوحدات دي لازم تبقى منتجة. كانت جامعة بنها الحقيقة كان فيها شغل هايل في الإنتاج هايل، وكان بيخدم كان عندنا مزارع سمكية. السمك كان كل ما بيوصل لحجم معين بيطلعوه من الأحواض وبنسوقه بسعر منخفض جدا. عندنا نباتات زينة، أحسن نباتات زينة كانت في المشاتل هناك. ده كله قطاع خدمة المجتمع، اللي هو ازاي تربطي المجتمع، الجامعة تخليها تخدم المجتمع. مثلا ايام كورونا حضرتك احنا عملنا مصنع، اول مصنع لتصنيع الكمامات في جامعة بنها بدعم من احد البنوك المصرية، لان كانت الكمامات ما كانتش موجودة وكان فيها نقص جامد جدا لو تفتكري حضرتك. فعملنا خدنا فند من احد البنوك وعملنا مصنع للكمامات، ولحد دلوقتي بيدر دخل على الجامعة وبيغطي احتياجات المستشفى. فده خدمة المجتمع، ان انت ازاي تربطي الجامعة بانها تخدم المجتمع.